السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم هانيه. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي في عمل الخضار بالدجاج المشوي في الفرن، وكذلك سلطه الرز وعصير الليمون او الحامض. لا بغيتوا تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا للاخر، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. غادي نستعمل 3 القطع من صدر الدجاج على حساب عدد الافراد. انا اضرب نصف ملعقه صغيره من الابزار او الفلفل الاسود، ونصف ملعقه صغيره من الزنجبيل اي سكنجبير، ونصف معلقه صغيره من الخرقوم البلدي، وملعقة صغيرة من التوابل الخاصة بالدجاج. ورص معلقة من الملحة، وجوج معالق كبار من زيت البلدية، وجوج فصوصة من ثومة محكوكة، وتقريبا معلقة كبيرة من الربيع مقرط. وغنضيف كذلك العطرية، العصير ديال الحامض وصلصة الصوجة. صلصة الصوجة كتعطي طعم متميز للدجاج، تقدروا تستغنوا عليها. كنقلب الدجاج مزيان في العطرية. انا عطرتها تقريبا ساعة قبل ما نستعملها، تقدروا نتوما تعطروها قبل قداش ما تعطلات كتجي حسن. كنشرح الدجاج باش كتشرب العطرية مزيان.
غادي نغطي الدجاج ونخليه حتى نبغي نستعمله. في الخضر كنحتاج بطاطا واحده كبيره وقرعه خضراء وحده وفلفله وجوج خزوات اي الجزر ومطيشه واحده. البطاطا كنقطعها لقطع متوسطه، ما تكونش صغيره بزاف وكذلك ما تكونش قطع كبيره كيف ما كتشوفوا. وكنقطع الفلفلة على هذا الشكل قطع رقيقة وطويلة. بعد ما غسلت الخضره مزيان غادي نعطرها حتى هي براس ملعقه من الابزار او الفلفل الاسود. وكذلك سكنجبير والتوابل الخاصه بالدجاج. وقبسة من الملحة. وجوج معالق كبار من زيت البلدية. ونخلط الخضرة مزيان مع العطرية. وغنضيف كذلك معلقة كبيرة من القزبر مغرد.
غادي ناخد مول ديال الفرن وغنضيف فيه الخضران الصفا. وغادي نضيف في الوسط الدجاج ديالنا اللي ديجا عطرنا، وغادي نضيف لي كذلك قطع من الحامض مسير او الحامض عادي. غادي نغلف المول بورق الفرن باش ما ينشفش لينا الدجاج، وحتى كتب الخضره مزيان وكذلك الدجاج عاد كنحيدو ورق الفرن وكنزلوه للاسفل حتى يتحمل لينا. الطبق ديالنا وجد، كنتمنى انه ينال اعجابكم وعطوني ارائكم في لي كومونتير. ودابا غادي نعملو سلطة الرز. غادي نحتاج المايونيز والذرة المعلبة، غنستعمل الرز تشير، تقدرو كذلك تستعملو الرز العادي، ومطيشة وحدة وزيتون كحل. غنضيف الماء مغلي للرز وقبسة من الملحة ومعلقة كبيرة من زيت البلدية. من بعد ما طاب الرز وصفيته من الماء مزيان، غادي نضيفه في اناء اخر. غناخد تقريبا ملعقة كبيرة من زيت البلدية، وغادي نضيف لها كذلك معلقة ونصف من المايونيز، وغنخلطهم مزيان مع بعضياتهم، وغنضيف لهم الزعتر كيعطي نكهة زوينة. غنضيف للرز صوص اللي صابنا من المايونيز والزيت البلدية والزعتر ومطيشة وحدة مقطعة والزيتون الكحل وتقريبا ملعقة كبيرة من الربيع مقرط والذرة المعلبة
كنغسلها مزيان قبل ما نستعملها. وكنخلط كل شيء. وكنضغط عليها مزيان باش كنقلبها في صحن تقديم. وها السلطة ديالنا وجدات، كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وتعطيوني ارائكم. ودابا غادي نعملو عصير الحامض اللي سهل واقتصادي جدا. غادي نحتاجو فقط حامضة وحدة، غادي نحكوها مزيان في الجهة الرقيقة، نقيو منها هاد العظومه الصغار الحامض حيت لطحنو معاها كيعطيو طعم مر شويه. من بعد ما حكينا القشره د الحامض، كنقطعو الحامضه لقطع صغيره. وملاحظه ما يدوزوش لكم هاد العظومه الصغار. وكنضيف ليه 3 المعالق من سكر سنيدة، كنضيف ليه فقط كاس من الماء حتى كيتطحن مزيان، عاد كنضيف ليه 2 الكيسان اخرين من الماء وكنطحنوا الاخر مرة. ها هو العصير ديالنا وجد، كنتمنى انه ينال اعجابكم واكيد غادي تحبوه بعد ما تجربوه، كيجي منعش. كنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم وتجربوا الخضر بالدجاج المشوي في الفرن اللي كيجي رائع وصحي، وكذلك السلطه والعصير الحامض اللي كيجي اقتصادي. وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسونيش بلي لايك ديالكم والاراء ديالكم التعليقات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد.